السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بعض الأدوات اللي بتساعدني إن أنا أنظم الشغل بتاعي، يعني مثلا عايز أنظم الصورتين دول مع بعض أعمل لهم محاذاة، فممكن أجي هنا من عند المسطرة اللي فوق ديت وأبدأ أسحب خط كده، ده زي جايد ليا، مرشد ليا، مساعد ليا. وبرضه الناحية التانية أقدر أجي هنا أسحب الخط من هنا بالشكل دوت بحيث يساعدني. لاحظ إن في سناب، تمام، يعني أول ما يقرب منه بيبدأ يعمل تجاذب. أقدر أعلم على الشكل دوت وأسحبه احطه هنا مثلا، تمام. وبرضو الصورة ديت اقدر اسحبها واحطها بحيث ان الاتنين تعمل لهم تجاذب مظبوط مش بالعين، تمام. اقدر اجي هنا من فيو واقول له انا عايز الجريد هايد جايدز، اخفي كل الجايدز، او اقول له انا عايز لوك جايد بحيث انها تبقى مقفولة محدش يقدر يحركها، بس ده طبعا لازم تكون ظاهرة قدامي، لما اجي احركها يرفض، تمام. لما اجي هنا اقول له فيو وبعد كده ارجع تاني اقول له شيل لي القفل دوت، اقدر اسحبه لو وصل لحد هنا يختفي تماما، انما اقدر اسحبه في اي مكان انا عايزه، تمام. واقدر الغي موضوع التجاذب دوت من سناب تو جايدز. اقدر اقول له انا عايز شو دوكمنت جريد، انا عايز اشوف الجريد بتاع الملف كله بحيث ابدا اشوف واعمل محاذاه للحاجات مع بعض، او اقدر اخفيهم، تمام. او اقدر اقول له خلي فيه تجاذب بالشكل دوت، تمام. اقدر اقول له سكرين مود ده نورمال، ممكن اقول له بريفيو ده عايز اشوف بقى شكل الحاجه تبقى عامله ازاي، تمام. فبيبدا يخفي لي الجريد، فاقول له هنا تاني انا عايز سكرين مود، انا عايز النورمال بتاعي بالشكل دوت. طيب في تحكم اكتر، ان انا اجي من اديت بريفرنس هلاقي عندي هنا الثلاث حاجات المهمين دول، اليونت انا شغال بأنهي يونت، والرول يونت المسطرة ديت هوريزونتال بتاعتها بأنهي واحدة من وحدات القياس، بالبوينت ولا بالمليمتر، وكذلك الفيرتيكال. وهنا الجريد ده لون الجريد بتاعي وهيبدأ من فين، و الدوكمنت جريد، تمام، لو عايز تتحكم في اللون بتاعه. وكذلك الجايب بتاعي دي الألوان بتاعتها تقدر تغيرها لو الألوان دي مش مناسبة ليك، تمام. دي أدوات مساعدة إن أنا أنسق الشكل بتاعي بحيث يبقى فيه تناسق ويطلع شكل أجمل وأفضل.